السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ناظم درويش، واليوم راح أقدمكم نصائح للنجاح بقسم الشبغيشن للمستوى بيتس فاي نظام جوتك. طبعا مثل ما بنعرف انه امتحان الشبغيشن بيتألف من تايلين، التايل الاول اللي هو فورتراغ هالتن يعني القاء المحاضرات وعليه 44 علامة، ولازم تستمر انت وزميلك بالفورتراغ هالتن مدة 8 دقائق. طبعا هذا الوقت من ضمنه فقرة الاسئلة والاجوبة. والتايل الثاني اللي عنا اياه اللي هو الديسكسيون يعني المناقشة وعليه 56 علامة، ولازم تستمر انت وزميلك مدة 8 دقائق في المناقشة. هلا انا رايد ابدا بهذا الفيديو بسلم التصحيح مشان الواحد يعرف شو هي الاشياء اللي اذا ما استوفاها رح يخسر علامته، ومنه بيعرف الواحد شو هي الاشياء اللي ممكن يحصل على علامات منها. في الفيديو السابق نسيت احط لكم سلم تصحيح للقسم اللي شغايبا، ان شاء الله رح احط لكم اياه بنهايه هذا الفيديو فين الواحد يقراه ويستفاد منه. هلا مثل ما انكم شايفين تقسيمه العلامات للتايل اينس الايرف ولونج اللي هي الاستيفاء، يعني انك حاكي عن كل نقطة من النقاط. اذا كنت مستوفي كل النقاط راح تحصل على A يعني العلامة التامة واللي هي 8. النقطة اللي بعدها اللي هي انتراكسيون يعني التفاعل، يعني انت لما تحكي او تتناقش مع زميلك تلقي محاضرتك او تتناقش مع زميلك بطريقة تفاعلية. طبعا اذا كنت متفاعل راح تحصل على A يعني 8 علامات. هلا عندنا هون الفورد شاتس وهي عليها 8 علامات كمان، ومثل ما انا شايفين فوق بالجدول عم يشرحوا انه لتستوفي هذا الجزء عم يقول لك انه لازم يكون عندك مجموعة كافية من الريدي ميتل ولازم تستخدمها ولازم تعطي انطباع عن نفسك واضح ومؤدب ولازم تكون متقن للمفردات التي تتعلق بمستوى البيتس 5 وانك تستطيع عادة صياغة الكلمات الغير معروفة. هلا النقطة اللي بعدها اللي هي شتركتورين يعني الهيكلة، ومثل ما انا شايفين بالجدول هون عم بيقولوا لك انه لازم الاخطاء ما تأثر على الفهم، يعني تكون اخطائك بسيطة مو كارثية، وكمان انك تستطيع استخدام الوصلات والظواهر النحوية بشكل صحيح ومناسب. ومثل ما انكم شايفين اعلى علامة على الاسئلة والاجوبة عليهم 12 علامة. هون بنصحك لما صديقك عم يلقي محاضرته تكون مركز معه حتى تختار له اسئلة من ضمن اللي حكاه، مو تسأله عن شيء هو مجاوب عليه بالفعل. هون راح تبين انك مانك فهمان شو حاكي رفيقك، واذا سألك سؤال وانت ما فهمته قل له ممكن توضح لي سؤالك انا ما فهمته، او تقول له سؤاله بغير طريقة وتقول له انت هيك قاصد ولا لا. هلا راح ابدأ بالنصائح للنجاح بهذا التايل. بنصحك تختار مجموعة من الريدي ميتل ومقدمة وخاتمة جيدة تستخدمه قبل الفقرات الرئيسية او الفرعية، لانه انت عندك 4 دقائق لازم تحكي فيهم بشكل متواصل، يعني لازم تعبي الوقت. كتير هام وضروري انك تختار زميلك اللي رح يكون شريكك بالامتحان قبل بوقت لتتدرب انت وياه لحتى تاخد على الجمل او الكلمات او الافعال اللي بيستخدمها هو عطول، او حتى على الاقل انك تفهم لهجته. كتير ضروري انك تختار الشخص من مستواك، لانه اذا كان الشخص اعلى منك او مستوى اعلى منك باللغه الالمانيه احتمال ما تفهم عليه لما هو عم يحكي، او رح تتقارن معه. كمان كتير هام انه ما يكون اقل من مستواك، لانه اذا كان اقل من مستواك رح يلبكك كتير في الامتحان واحتمال يوصلك لمرحله انك تسكت وتنياتكن عن الحكي. كتير ضروري انك تتمرن على جميع النماذج المتاحه لك قبل الامتحان وتجمع بفترة التجهيز مزايا وعيوب كل موضوع من المواضيع. وفي شغلة كانت تتبع معنا الأنستنا القديرة السيدة هويبة اللي هي درست 20 سنة هذا المستوى، انه لما تبلشوا الفورتراك هالتن كانت تعيرنا الوقت، وحتى بالديسكسيون كانت تعيرنا الوقت. طبعا بالبداية ما كنا نحن نخلص المحاضرة او الديسكسيون بالوقت المقترح اللي هو 8 دقائق للفورتراك لاثنيناتنا و 8 دقائق للديسكسيون، لكن مع التمرين لمدة شهر أو شهر ونص قدرنا نخلص المحاضرة أو الديسكسيون بالفترة الزمنية المقترحة. طبعا هذا بيجي بالتمرين. كتير ضروري أثناء تجهيزك لهذا التايل إنك تكتب رؤوس أقلام أو ملاحظات صغيرة، بحيث إنك مجرد بس تطلع على الفقرة يعني العنوان وأنت تحكي من عندك من تلقاء نفسك، لأنه بالامتحان ممنوع إنك تكتب جمل وتروح تقراهم من الورقة، لأنه بالامتحان بيعطوك ورقة مسودة لتكتب عليها ملاحظاتك. وحاول رتب ملاحظاتك من المقدمة مثلا لرأيك للفور ونخ طايلة، بحيث تكتب كلمات أو أفعال قليلة جنبهم، مو تروح تكتب جمل كاملة، لأنه أنت في الامتحان ممنوع أنك تقرأ جمل من الورقة، وإنما نظرة
تطلع على الفقرة اللي راح توصل لها وتحكي من عندك من تلقاء نفسك، يعني مو موضوع انك تقرأ من ورقة. يعني مثلا تكتب انت على الورقة المسودة مثلا كلمة فورتايل، وتكتب جنبها شو هي الفورتايلات لهالموضوع. مثلا كلمة واحدة او فعل واحد بيعبر عن شيء انت راح تحكيه، يعني بحيث انت لما تقرأ هاي الكلمة تحكي من عندك باقي الجمل. طبعا هذا الشيء يفضل انك تطبقه على كل الفقرات تبعيت الفورتراك. هلا بعد انت ما تخلص الفورتراك تبعك يفترض انك تسأل زميلك عندك شيء سؤال. طبعا هون هو يفترض انه يكون محضر لك سؤال لتجاوب عليه. كتير ضروري يكون في اتفاق وتكون متدرب كتير منيح على هذا الشيء مع زميلك، يعني بحيث يسألك سؤال يكون ذكي بحيث انك تسترسل بالجواب، مو تروح تجاوب ناين او يا وتنهي الجواب. وإذا زميلك في الامتحان إجا شخص ما بتعرفه أو ما أنا بتدرب معه، يفضل تبتعد عن الأسئلة الشخصية، يعني ممكن كل اختصار يقول لك إنه هذا سؤال شخصي وأنا ما بحب أجاوب عليه. هلأ كتير هام أنت إذا سألت زميلك سؤال وهو ما فهم عليك وصار يجاوب على غير سؤال مثلا، يفترض أنك تدارك الموضوع وتوقفه وتقول له أنا ما قصدت هيك، يفترض أنك ترجع تصغل السؤال بطريقة يفهمها زميلك. كتير هام إذا زميلك سألك سؤال غير مفهوم بالنسبة لك، ترجع تسأله أنت السؤال أنت شو بتقصد بالضبط بهذا الشيء، أو ترجع تصغله السؤال بغير طريقة وتقول له أنت بتقصد هيك. كتير هام تعرف أنه في الامتحان في 7 نماذج امتحانية، يعني المجموعة اللي رح تدخل أول شيء رح تاخد نموذج، هذا غير النموذج اللي رح تاخده المجموعة اللي بعدها. امتحان الشبغيشن هو آخر قسم بالامتحان. طبعا قبل الامتحان بيحطوكم بغرفة انتظار كلياتكم، بعدين بصير بيصيحوا عليكم بالأسماء. المجموعة اللي راح تروح على الامتحان بيعطوها مدة 15 دقيقة لتحضر الامتحان، طبعا بيحطوها بغير غرفة وفي مراقب وممنوع انك تحكي مع زميلك ضمن فترة ال 15 دقيقة هاي. بعد ما تخلص هاي الفترة راح تنتقلوا لغرفة تانية بيكون فيها شخصين هن اللي راح يمتحنوكم في الامتحان. انا عملت فيديوهات للفورتراك هالتن فينكم تستفادوا عليها على القناة عندي، إن كان من ريدل مثل استخدمتها أو المقدمة أو الشلوس، أو فينكم تاخدوا فكرة بشكل عام عن هذا القسم من الامتحان. طبعا أنا نشرت جميع النماذج الامتحانية اللي بملكها لقسم الشبغيشن وليش غايبين على أحد المجموعات، رح أحطلكم الرابط البوست بالوصف إن شاء الله. هلا بنجي للتايب الثاني اللي هو الديسكسيون بامتحان الشبغيشن اللي عليه 56 علامة مثل ما قلنا، ولازم يستمر 8 دقايق بينك وبين زميلك. هلا رح أبدأ معكم بسلم التصحيح. عنا الاير فولونج واللي هي الاستيفاء وعلي 10 علامات، وانت مطالب هون انك تستطيع التعبير عن رأيك وتبرير الحجج، كمان ترد على الحجج، وانك تتخذ موقف واضح من الموضوع، يعني الخلاصة انك مع او ضد. عنا هون الانتاكسيون علي 10 علامات، والفورتشاتس كمان علي 10 علامات، والشتروكتورين كمان 10 علامات. طبعا هدول مشروحين مع التايل الاول ما رح ارجع اعيدهم، لكن عنا شيء هون إضافي اللي هو الأوس شبراخي، وعلي أعلى علامة من كل الأقسام واللي هي 16 علامة. عم يقولونا أنه لازم يكون النطق تبعك واضح وطبيعي، يعني حاول قدر الإمكان أنك تحسن من لفظ الأحرف أو لفظ الكلمات تتدرب عليهم. بنرجع لموضوعنا الأساسي، نحن بهالقسم عنا حوار بين 2، يفضل أنت بهالحوار تستخدم الريدي متل، ويفضل تكون دبلوماسي بالنقاش مع زميلك، يعني إذا زميلك عطى رأي ضدك أو عطى رأي غير جيد ما تعرضه بشكل سيء، ويكون عندك احترام لرأيه، يفضل يكون النقاش ودي. يعني إذا زميلك قال فكرة أنت بتلاقيها غير جيدة أو أنت ضدها، كتير ضروري أنك تجيه بشكل دبلوماسي وتقول له اللي أنت قلته كان كتير مثير للاهتمام، لكن أنا ضد هالفكرة، وتوضح له ليش أنت ضد هالفكرة. كتير ضروري انك تختار زميلك قبل الامتحان بمدة منيحة وتتدرب معه مثل ما قلنا، وتتبعوا مع بعض في هذا القسم طريقة لعبة البينج بونج، يعني بحيث تقول فكرة وتنقل الحديث للطرف الثاني ليعقب عليها ويرجع يقول فكرته ويرجع ينقل لك الحديث لألك، وفينكم انتو ضمن هذا النقل تطلبوا توضيحات عن اشياء قال زميلك. بهالطريقة فينكم تخلصوا الوقت اللي يعطيكم اياه اللي هي 8 دقائق بأرياحية بسهولة. بنصحك تكون لطيف ورحيم بشريكك وما تكون اناني، يعني اذا كان زميلك مستواه اللغوي اقل منك
يعني حاول لا تفرض عضلاتك عليه وتحرجه في الامتحان وتخليه يخسر علامات حتى انت تفرجيهم انه انت ماهر باللغة او امكانياتك اللغوية اعلى منه. كتير هام انك ما تبدأ في الحديث وتضل ساحب فيه وكأنه الحديث بس خلق لك، لانه احتمال يكون زميلك محضر نفس النقاط اللي انت عم تحكي عليها، فانت هيك ما بتقفله شيء لزميلك ليحكيه. بالحقيقة صفة الانانية صفة كتير سيئة. يفترض زميلك اذا تلبق في الامتحان او صار يخربط كتير يفترض انك تتدخل لتنقذه من الورطة اللي هو وقعان فيها، يعني تتدخل وتقوله انت رايد تقول هيك او هيك، يعني تصغله سؤاله او فكرته بطريقة صحيحة لتنقذه من الموقف اللي هو وقعان فيه. طبعا اذا كان زميلك اناني وبلش بالحكي مبقى يوقف بتقعد وتتفرج عليه مثلا وتعيفه، طبعا هاي لما بتكون انت بس مسجل على الامتحان لتقدم امتحان فقط، يعني ما بتكون مسجل دورة، لذلك بيجيك شريك انت ما بتعرفه ولا انك متدرب معه. طبعا هون بنصحك ما تعيفه على راحته. كان عنا بالكورس وحدة عندها نفس هذا الطبع، يعني بس بلشت في المناقشة استلمت الحديث وما بقى تعيف مجال لأي حدا يحكي. طيب إذا صار نحن معنا هذا الموقف شو ممكن نعمل؟ استنى ليخلص إحدى الأفكار وحاول تدخل بطريقة لطيفة وقاطعه وصير ناقشه بالأفكار اللي هو حكاها، بحيث أنك تثبت وجودك وتناقشه بالأفكار اللي طرحها هو، أو تعقب على أفكار آله، يعني لا تخلي حدا يسيطر على الحديث وياخد حقك بالامتحان. كتير هام إذا كان زميلك في الامتحان عنده مشكلة في النطق، مثلا كان عنا زميلة من المكسيك في أحرف ما بتقدر تقولها أو تلفظها، وكمان كان في عنا زميلة كمان من فيتنام عندها كتير أحرف ما بتقدر تلفظها، يعني لما بتبلش حكي أنت ما بتفهم عليه، إذا بتضل ساعة بتشرح لك ما بتفهم عليه، يعني مثل حرف الشين واللام والسين وكذا كلهم ممحيات من عندها. يفترض أنت هون تقاطع بالحديث وتطلب من اللجنة تقول أنا ما بفهم عليها، مشان ما توصل معها لفقرة السؤال وما تقدر تسألها شيء لأنه أنت ما أنك فهمان شو حكيت، أو توصلوا والله لفقرة المناقشة وتقعدوا ما تفهموا على بعض. لحد الآن أنا خلصت تقديم نصايح لأسهل قسمين بالنسبة لي، إن شاء الله قريبا رح أعمل نصايح للنجاح بقسمي الهورن والليزن. يا رب كون قدرت فيكم بهالفيديوهات. كان معكم ناظم، وتضلوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.